الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. أحمده له الحمد كله أوله وآخره ظاهره وباطنه، وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صفيه وخليله خيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله سبحانه وبحمده ما أنزل من داء إلا أنزل له دواء، فما من داء ينزل بالناس سواء كان الداء حسياً أو معنوياً في الأبدان أو في القلوب إلا وأنزل الله تعالى من الدواء ما يندفع به ذلك الداء، علمه الناس أو جهلوه. ولذلك تعالج وتدفع الأدواء بما فتح الله تعالى على الناس من الأدوية، إلا أنه مما يجب على المؤمن أن يتنبه له فيما يتعلق بشأن الدواء أن الدواء قد يكون محرماً لما فيه من المضرة الأكبر من المنفعة التي ترجى من استعماله. ولهذا لا يجوز للمؤمن أن يتعاطى دواءً محرماً ولو كان هذا الدواء يحصل به بعض النفع، فإن الله جل وعلا ذكر في كتابه سؤال من سأل عن الخمر والميسر حيث قال يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ علاجاً وتوضع في الأدوية قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها ليست بدواء إنها داء. وهذا بيان أنه ينبغي فيما يتعلق بالأدوية أن يأخذ المؤمن من الدواء ما نفعه أرجح من مضرته، فإن كانت المضرة راجحة وفي الدواء منفعة فإن هذه المنفعة ملغاة. ذلك أن الله جل وعلا شرع للعباد من الأعمال والأحوال والأدوية وسائر ما شرع لهم ما فيهم مصلحة راجعة على المفسدة. ولهذا في الخمر لما بين التزهيد فيها قال يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، فثمة منافع ومصالح تحصل من هذين، لكن بالموازنة بين المصالح والمفاسد يتبين أن المفاسد في هذين الأمرين الخمر والميسر أرجح من المصالح المرجوة، فلذلك حرمتهما الشريعة وجعلتهما من عمل الشيطان، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وكثير من الناس في شأن الدواء لا ينظر إلى هذا الميزان الشرعي الدقيق فيما يتعلق بما يقبل من الدواء وما يرد، إنما نظره محدود ومحصور في حصول النتيجة وإدراك مطلوبه من الشفاء بهذا الدواء ولو كان ذلك الدواء محرماً، وهذا نظر منقوص. فإن المؤمن يطيع الله عز وجل في شأنه كله، فالدواء الذي فيه مضرة أكبر من منفعته لا يقدم عليه مؤمن بل يجتنبه
رغبة فيما عند الله تعالى وطمعاً في شفاء قلبه، وليعلم أن هذه الأدوية المحرمة وإن حصل منها مقصود فإن المفسدة المرتبة عليها في قلب الإنسان ودينه وبدنه ودنياه وآخرته أعظم من المصلحة المرجوة أو المحصلة بأخذ هذه الأدوية. وبالتالي ينبغي أن يكون الأمر واضحاً جلياً عند المؤمن أن المحرم وإن أدرك به ما يريد، الممنوع وإن حصل به مقصوده، فإنه محرم لا يجوز له أن يقدم عليه، وأنه إذا أقدم عليه رجاء ما فيه من منفعة فإن المضرة المترتبة على هذا العمل المحرم أعظم بكثير من المنفعة المرجوة المحصلة. والعاقل إذا وازن بين هذا وذاك وجد أن ترك الدواء المحرم والبحث عن دواء مباح حلال أولى به من أن يقدم على دواء محرم مفسدته في قلبه في دينه في دنياه أرجح من مصلحته المرجوة. وهذه القاعدة في الدواء قاعدة مهمة لا سيما مع كثرة أمراض الناس الحسية والمعنوية وإقبالهم على التداوي كيفما كان، فإن الدواء الحقيقي هو دواء القلوب وصلاحها واستقامتها. وكل معصية تفسد القلوب وقد تفضي إلى هلاكها وظلمتها، فلذلك يجب على المؤمن أن يتروى وأن لا يعجل وأن لا يغريه حصول بعض مقصوده من الشفاء في أن يقدم على دواء حرمه الله ورسوله. وليعلم أن غالب الأدوية المحرمة هي فيما يتعلق بالأدواء النفسية المعنوية، هذا غالب ما يقع فيه الناس من ألوان الأدوية المحرمة. فعلى سبيل المثال السحر من أعظم البلاء الذي ينزل بالناس فيكون سبباً لفساد أمور دنياهم وفساد أحوالهم وتعثر معاشهم في كثير من الأحيان، لكن هذا لا يسوغ للمؤمن أن يطلب دفع السحر وعلاجه من الطرق المحرمة وهي الأكثر حضوراً. وقد يوجد الإنسان لنفسه من المبررات في سلوك تلك الطرق المحرمة التي يدفع بها السحر ما يوجده لنفسه تبريراً لأخذه بالمحرم ومخالفته ما أمر الله تعالى ورسوله. ولهذا لما ذكر المؤلف رحمه الله السحر وأنواعه وما يعالج به السحر ذكر طريقين، الطريق الأول الطريق المحرم والطريق الثاني الطريق المباح. الطريق المحرم هو الذهاب إلى الكهان واللجأ إلى غير الله عز وجل وسلوك الطرق المنحرفة التي يدركون بها ما يتوهمونه طباً وعلاجاً وصلاحاً لأحوالهم. والطريق الثاني هو الطريق المباح الذي أذن الله تعالى به. وقد يقول الإنسان سلكت طريقاً مباحاً فلم أدرك ما أؤمل من الشفاء، وهذا يكفي في أن أنتقل إلى طريق محرم، وهذا من الجهل والغلط والجناية على نفسه قبل غيره، فإن سلوك الطرق المحرمة لدفع ضرر وشر السحر لا شك أنه يجلب على الإنسان دماراً وفساداً في دينه ودنياه. ولهذا يقول الله جل وعلا في محكم كتابه إنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، فماذا كانت النتيجة؟ فزادوهم رهقا. وفي تفسير هذه الآية عدة أقوال، ومن ذلك أنهم زادوهم ألما وتعبا وزاد الجن تسلطا على الناس
وتمكنا من إيصال الأذى إليهم. وبه يتبين أن الطرق المحرمة لا توصل إلى نتيجة ولا يدرك بها الإنسان خيرا ولو لم يكن فيها إلا الوعيد الوارد في نظير قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما لكان كافيا في انزجار المؤمن عن هذه الطرق المحرمة التي لا توصله إلى غاية ولا تبلغه مقصودا، وإن حصل له بعض مراده من اندفاع شر أو انكفاف أذى فإن الشياطين وهم الذين يستعملون في كثير من الأسحار قد يكفون شرهم عمن يتولاهم وعمن يدعوهم وعمن يلجأ إليهم، لكن هذا لا يدفع عنهم لا يدفع عن المريض الضر، بل ما يقع في قلبه من الظلمة والفساد وأثر المعصية وشر اللجأ إلى الله اللجأ إلى غير الله عز وجل أعظم بكثير مما يؤمنه من الطيب والشفاء والعافية. في هذا المجلس إن شاء الله تعالى نقرأ ما ذكره أهل العلم في شأن علاج السحر وحله، وهل يجوز حل السحر بالسحر أو لا، في بيان ما نقل عن الأئمة وما جاء في دلائل الكتاب والسنة، وكذلك نبين الطرق المشروعة لحل السحر ودفع أذاه. فنسأل الله عز وجل أن يدفع عنا وعنكم شر الأشرار وكيد الفجار، وأن يكفينا شر طوارق الليل والنهار، ونسأله أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا. وفي نهاية المجلس إن شاء الله تعالى نجيب على ما ورد من أسئلة. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب ما جاء في النشرة. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. رواه أحمد بسند جيد وأبو داود. وقال: سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود رضي الله عنه: يكره هذا كله. وفي البخاري عن قتادة رضي الله عنه: قلت لابن المسيب: رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أيحل عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. وروي عن الحسن: لا يحل السحر إلا ساحر. قال ابن القيم: النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان: حل بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان وعليه يحمل قول الحسن، فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور. والثاني: النشرة بالرقية والتعوذات والدعوات والأدوية المباحة، فهذا جائز. يقول المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في النشرة، أي ما جاء من النصوص والآثار في شأن النشرة. والنشرة مأخوذة من النشر، وهذه المادة مادة النشر في لغة العرب دائرة على الكشف والإظهار والإبانة، ومنه نشرة الأخبار أي كشفها وإظهارها وإبانتها، هذا معنى النشرة في اللغة. وأما معنى النشرة في الاصطلاح أي في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأهل العلم، فالنشرة تطلق على حل السحر عن المسحور، وتطلق أيضا على جميع أوجه
الاستقباب التي تسلك في إدراك المأمول من دفع الأذى النازل بالقلب أو البدن. فالنشرة اسم لما يحصل به من الاستقباب وطرقه المتنوعة، ومن ذلك حل السحر عن المسحور، فتطلق على ما يستعمل في حل السحر عن المسحور، وتطلق على كل أوجه الاستقباب. فالرقية من النشرة، والاستعاذة والتعويذات من النشرة، وكذلك الاغتسال للمحسود من النشرة. فالنشرة تطلق على كل أوجه الاستقباب، ومنه حل السحر عن المسحور. فهذا الباب عقده المؤلف رحمه الله لبيان ما يحل من النشرة وما يحرم، أي ما يحل من طرق دفع الضر الحاصل بالسحر عن المسحور وما يحرم. وليعلم أن الطرق تعود إلى طريقين: طرق مباحة أذن الله تعالى بها، وهي داخلة في عموم ما ندب إليه من طلب الدواء، ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. هذا الطريق المباح. أما الطريق المحرم وهو الطريق الثاني، فهذا كل طريق يفضي إلى الشرك أو الكفر، أو هو متضمن لشرك أو كفر. فالطرق التي يدفع بها أذى السحر نوعان: طرق مباحة وطرق محرمة. من الطرق المحرمة الظاهرة ما تقدم الحديث عنه من الذهاب إلى الكهان أو إلى من يعرفون بالعرافين أو المنجمين أو الأطباء الروحانيين أو النورانيين الذين يسمون أنفسهم بهذه الأسماء لتضليل الناس وإخفاء ما هم عليه من ضلال وباطل. هذا الطريق طريق لا يسلكه مؤمن، فإنه طريق يفضي إلى الكفر بما أنزل على محمد، لأنه إما أن يكون كفراً في ذاته بأن يدعى غير الله عز وجل ويعبد سواه، وإما أن يكون وسيلة إلى ذلك. أما الطريق الثاني وهو الطريق المباح، فهذا سيأتي تفصيله وبيانه من الرقى والتعويذات والأدعية وما أشبه ذلك. الحديث الأول الذي ذكره المؤلف رحمه الله حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، وهو في المسند بإسناد جيد، مسند الإمام أحمد بإسناد جيد. قال جابر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة، أي سأله سائل عن النشرة، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم: هي من عمل الشيطان. وهنا نحتاج إلى أن نقف على ما المسؤول عنه الذي أجاب عنه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من عمل الشيطان. تقدم قبل قليل في تعريف النشرة أن اسم لحل السحر عن المسحور، وتطلق أيضا على كل أوجه الاستطباب، كل أوجه الاستطباب وطرق العلاج للأمراض النفسية والروحية تسمى نشرة. فمنه الرقى، ومنه التعويذات، ومنه اغتسال العائن للمعيون، كل هذا يسمى نشرة. فهل هذا هو المقصود فيما أجاب عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لما سئل عن النشرة قال هي من عمل الشيطان؟ الجواب لا، بل المقصود في هذا السؤال الذي سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم في شأن النشرة هو النشرة المعهودة التي انتشرت بين الناس في ذلك الزمان، وهي حل السحر بالسحر. فقوله سئل عن النشرة أي سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حل السحر بالسحر، أو حل السحر بالمجيء إلى الكهان وما أشبه ذلك من الطرائق التي كان الناس يسلكونها في حل ما نزل بهم من السحر. فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الطرق بأنها من عمل الشيطان، أي إن النشرة التي فيها
ارتكاب لما حرم الله عز وجل من المجيء إلى الكهان أو استعمال الأسحار لحل السحر، ذلك من عمل الشيطان وسعيه وتزيينه، وكل عمل يضاف إلى الشيطان فهو محرم، فإن إضافة العمل للشيطان تدل على أنه محرم مبغوض لله عز وجل. ولهذا في أعظم المحرمات أضاف الله تعالى ذلك المحرم إلى الشيطان، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. رجس أي نجس، والنجاسة هنا نجاسة نجاسة معنوية، لأنه عمل فيه من القذر للقلوب والقذر للإنسان ما يورده المهالك، لكن لم يقتصر على هذا بل قال رجس من عمل الشيطان. فكل ما أضافه الله تعالى أو رسوله إلى الشيطان فهو محرم ضار. فقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية في هذا الحديث هي من عمل الشيطان يفيد تحريم النشرة، وأنها مما يزينه الشيطان للناس ليوقعهم في فساد وضر. وتأكيدا لهذا المعنى نقل الإمام أحمد رحمه الله عندما سئل عن النشرة ما ذكره عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، فقال ابن مسعود وهو عبد الله ابن مسعود الهذلي من المهاجرين الأوائل ومن فقهاء الصحابة وعلمائها، قال: يكره هذا كله، يكره هذا كله يعني يكره النشرة الشركية التي فيها الذهاب إلى الكهان واللجأ إليهم، أو التي فيها الذهاب إلى السحرة لأجل رفع ما نزل بالإنسان من السحر. وقوله رحمه الله يكره ذلك كله، المقصود بالكراهية هنا ليست الكراهية التي يذكرها الفقهاء والأصوليون، وهي ما يطلب ما يذم فاعله ولا يعاقب على فعله، إنما الكراهة هنا بمعنى التحريم. وذلك أن الكراهة في كلام السلف تطلق على التحريم وليست فقط على ما يطلب تركه ولا يعاقب فاعله، بل الكراهة في كلام السلف تطلق على المحرم. فقوله في ما نقل قول الإمام أحمد فيما نقل عن عبد الله بن مسعود أنه يكره النشرة كلها، المراد بذلك التحريم، هذا الذي جرى عليه كلام الصحابة والسلف في إطلاق كلمة الكراهية في الحكم على الأشياء. إذن الآن أول ما ذكر المؤلف نصاً عن النبي صلى الله عليه وسلم ونقلاً عن عبد الله بن مسعود وهو من فقهاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم الطريق المحرم في حل السحر عن المسحور، وهو النشرة، وذلك من خلال طريقين: إما حل السحر بسحر مثله، وإما حل السحر بالذهاب إلى الكهان واللجأ إليهم في إزالة ما نزل بالإنسان. هذا هو الأصل الذي ينطلق منه ويسار إليه فيما يتعلق بحل السحر عن الساحر، وأن حل السحر حل السحر عن المسحور، وأن حل السحر عن المسحور بالسحر هو من العمل المحرم الذي أضافه الله الذي أضافه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشيطان. وليعلم أيها الإخوة أن حل السحر بسحر مثله مما اختلف فيه العلماء رحمهم الله على طريقين في الجملة، وقد أشار المؤلف رحمه الله فيما نقله إلى هذا الخلاف، فنقل في ما ذكر في هذا الباب عن البخاري فيما نقله عن قتادة قال: قلت لابن المسيب وهو من فقهاء التابعين سعيد بن المسيب رضي الله تعالى عنه، قال: رجل به طب، رجل به طب يعني به سحر، فالطب يطلق على السحر، ومنه ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم
أصيب بسحر فكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعل الشيء أي مما يتعلق بمعاشه مع أهله يخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يفعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فجاءه ملكان فقال أحدهما للآخر ما طبه أي ما الذي به؟ قالوا الرجل مطبوب أي مسحور. قال من طبه أي من الذي سحره؟ قال قال أحدهما للآخر لبيد بن الأعصم. فقول سعيد بن المسيب فيما سئل عنه رجل به طب أي به سحر أو يؤخذ عن امرأته يعني يمنع عن امرأته يحال بينه وبين امرأته، والحيلولة هنا إما بأن لا يستطيع جماعها وإما أن لا يستطيع معاشرتها بالمعيشة العادية، وهذا يقع وهو حاضر في حال كثير من الناس، وأكثر السحر دائر على هذا المعنى التفريق بين الأزواج وصرف بعضهم عن بعض، كما قال الله تعالى في ما ذكر من السحر في سورة البقرة واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. ثم قال في جملة ما يجري من الشر الواقع بالسحر قال يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فغالب الأسحار تقع فيما يتعلق بالعلاقات الزوجية فيما يتصل بالصرف والعطف. فيقول عبد الله يقول سعيد بن المسيب في رجل به طب أي مسحور أو يؤخذ عن امرأته يعني يصرف عنها ولا يحسن معاشرتها أو لا يستطيع جماعها، سئل فقيل له أيحل عنه أو ينشر يعني هل يجوز أن يحل عنه السحر الذي نزل به أو ينشر أن يكشف عنه ذلك بالنشرة؟ قال سعيد بن المسيب في جواب السائل لا بأس به يعني يجوز. فقوله رحمه الله لا بأس به أي أن ذلك جائز. ثم قال في تعليل الجواز قال إنما يريدون به الإصلاح أي هذا الذي يفعل من النشرة التي يصلح بها ما بين الرجل وامرأته غرضها وغايتها الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. هذا تعليل سعيد بن المسيب رحمه الله فيما ذهب إليه من إباحة النشرة وهي حل السحر بسحر مثله، أن ذلك يقصد به الإصلاح وأن فيه نفع، وبالتالي بما أنه يقصد به الإصلاح خلافاً لمقصود الساحر من الإضرار والإفساد وفيه مصلحة خلافاً لمقصود الساحر من حصول المضرة، فإنه يرى رحمه الله أن ذلك جائز لا بأس به. هذا القول هو أحد أقوال أهل العلم فيما يتعلق بحل السحر بسحر مثله، لكن المؤلف رحمه الله حكى أيضاً قولاً آخر وهو قول الحسن رحمه الله وهو من أيضاً من التابعين ومن علماء الأمة. قال رحمه الله وروي عن الحسن وهو الحسن البصري أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر، يعني لا يتمكن من حل السحر إلا ساحر، وإذا كان كذلك فإن هذا يفيد التحريم لأن الساحر محكوم عليه بفساد سعيه وعدم فلاح عمله كما قال تعالى في محكم كتابه ولا يفلح الساحر حيث أتى. إذن أشار المؤلف رحمه الله فيما نقل من الآثار أن للعلماء في حل السحر بسحر مثله قولان، لكن ينبغي أن يوضح ذلك ويبين بما لا يلتبس. فليس من مراد سعيد بن المسيب أن يفعل الإنسان شركاً أو كفراً ليحل السحر عن المسحور، هذا لا شك أنه غير مراد، لأن الشرك لا يبيحه ضرورة ولا تحله مرض يطلب كشفه أو زواله، فإن ذلك
لا تحل لا تبيحه الضرورة. ولذلك يحمل كلام سعيد بن المسيب على الذهاب للساحر لحل السحر دون وقوع الناشر الذي يطلب حل السحر دون وقوعه في شرك أو كفر. أما إذا كان يقع في شرك أو كفر كأن يطلب منه أن يدعو غير الله أو أن يذبح لغير الله أو أن يفعل شيئا من الأفعال الكفرية أو الشركية فإنه بالاتفاق لا يجوز في هذه الحال حل السحر بالسحر لما يتضمنه من الكفر والشرك بالله عز وجل. إنما الذي أذن فيه سعيد بن المسيب ومن قال من أهل العلم بجواز ذهاب بجواز حل السحر عن المسحور بسحر مثله هو فيما لا يوقع الإنسان في الشرك، أما ما كان موقعا له في الشرك فإن ذلك لا يحل. إذن هذه الصورة خارجة عما نتكلم عنه. إذا كان الإنسان يقع في حل السحر عن المسحور بسحر في شرك يطلب منه ذبح لغير الله، يطلب منه دعاء غير الله، يطلب منه الاستعانة بغير الله، يطلب منه الاستعاذة بغير الله، يطلب منه النذر لغير الله، كل هذا لا خلاف بين العلماء في عدم حله وإباحته وأنه لا يجوز أن يسلكه الإنسان في حل السحر عن المسحور. لكن لو أن أحدا ذهب إلى ساحر وطلب منه حل السحر دون أن يتورط في شيء من الشرك فهذا الذي ذكر المؤلف رحمه الله فيه قول الحسن في قول سعيد بن المسيب رحمه الله. وليعلم أن حل السحر بالسحر للعلماء فيه ثلاثة أقوال. القول الأول الجواز، وهذا ما أشار إليه المؤلف رحمه الله فيما نقله عن سعيد بن المسيب رحمه الله، وهو قول ابن سيرين وقال به الطبري وهو قول بعض الحنابلة والمالكية واختاره بعض الشافعية. لكن هذا كما ذكرت مقيد بما إذا كان العمل لا يقع فيه الإنسان بشرك ولا يباشر فيه ما حرم الله تعالى من دعاء غير الله أو الذبح لغير الله أو ما إلى ذلك. هذا القول الأول. أما القول الثاني فهو ما أشار إلى المؤلف فيما نقله عن الحسن من أنه لا يجوز حل السحر بالسحر، لأنه لا يحل السحر إلا ساحر، لا يحل السحر إلا ساحر، والساحر لا يفلح حيث أتى. أما القول الثالث فهو التوقف، أي من العلماء من لم يمنع ولم يبح بل توقف لاشتباه الحال والأدلة والآثار عنده، وهذا منقول عن الإمام أحمد رحمه الله فإنه نقل عنه التوقف في جواز حل السحر بالسحر. وقد ذكر صاحب الفروع أن الإمام أحمد إلى الجواز أميل. هذه ثلاثة أقوال، وعندما تذكر الأقوال في مسائل العلم ليس معنى هذا أن يسلك الإنسان ما شاء من هذه الأقوال أو يأخذ ما اشتهى من هذه الأقوال، بل الواجب على المؤمن فيما إذا عرضت عليه أقوال أهل العلم التي تستند إلى أدلة وثمة أسباب لهذا الخلاف أن يبحث عن الأرضى لله عز وجل، أن يطلب الأرضى لله عز وجل. أما ما يفعله بعض الناس إذا حكي إليه إذا سمع بخلاف أو علم به أو حكي إليه خلاف يأخذ ما يشتهي وما يحب دون نظر في الأدلة ودون اجتهاد في معرفة الأرضى لله عز وجل، فإن هذا خلاف طريق أهل التقوى الذين يبحثون عما يرضي الله جل وعلا. فإن خلاف العلماء لا يسوغ للإنسان أن يطلب من هذا الخلاف ما يشتهي ويأخذ ما يحب، إنما المطلوب أن يبحث عن الأرض لله عز وجل. وبالنظر إلى هذه الأقوال الثلاثة وهي القول بجواز حل السحر بالسحر والقول بتحريم حل السحر بالسحر والتوقف وهذا ثالث الأقوال، بالنظر إلى هذه الأقوال نحتاج إلى أن نوازن لنعرف الراجح. وبالنظر إلى الأدلة يتبين أن أرجح هذه الأقوال الثلاثة القول بتحريم حل السحر بالسحر مطلقا، وهو ما ذهب إليه الحسن
وقال به كثير من أهل العلم، وأدلة هذا ظاهرة، وهو الذي دل عليه حديث جابر رضي الله تعالى عنه عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن النشرة فأجاب: هي من عمل الشيطان. وإذا كانت كذلك فلا يحل لمؤمن أن يقدم على عمل أضافه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الشيطان، فإن الأصل في عمل الشيطان الضرر والفساد وعدم تحصيل المقصود، فالشيطان عدو مرسل كما قال الله جل وعلا: إن الشيطان للإنسان عدو مبين. ومعلوم أن كل عمل أضافه الله تعالى للشيطان فإنه محرم رجس يجب على المؤمن أن يجتنبه. هذا الدليل الأول على القول بتحريم حل السحر بالسحر، قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن النشرة: هي من عمل الشيطان. أما الدليل الثاني الدال على أنه لا يجوز حل السحر بالسحر، أن الله جل وعلا نفى الفلاح عن الساحر، ونفي الفلاح عن الساحر نفي عام مطلق يشمل كل عمل الساحر، ولذلك قال جل وعلا: ولا يفلح الساحر حيث أتى، يعني من أي طريق جاء ومن أي جهة أقبل وعلى أي حال عمل، فإنه لا يفلح الساحر مطلقا. وقد نفى الله تعالى الفلاح عن الساحر، ونفي الفلاح عن الساحر يقتضي أن الساحر لا يدرك مطلوبه، وأنه يقع في المكروه ويوقع غيره في المكروه، فلا يكون في فعل الساحر نفع بالكلية. وقد يقول قائل: ذهبنا للساحر الفلاني وحصل لنا كذا وكذا من المصالح، فيقال له: هذا نظير ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من خبر الكهان، أن الكاهن يخبر بالكلمة التي تسمع من السماء عن طريق الجن وتكون مطابقة للواقع صدقا، ويكذب معها 100 كذبة فيصدق بكلمة واحدة 100 كذبة، فما في عملهم وسعيهم وما يقومون به فساد عريض، وما يمكن أن يكون في عملهم من صلاح أو إصلاح لا يذكر، بل هو مغمور في هذا الفساد العظيم المحيط بصنيعهم وعملهم. ولذلك أضاف النبي صلى الله عليه وسلم عملهم إلى الشيطان، فقال لما سئل عن النشرة قال: هي من عمل الشيطان. فلا يغتر الإنسان بأن فلانا من الناس ذهب إلى ساحر وحل به السحر عن المسحور، وسيأتي أن ذلك من عمل الشيطان، لأن السحر في غالب صوره يرتبط بالشياطين، فإذا ذهب الإنسان إلى أولياء الشيطان من السحرة ودفع لهم مالا وتقربوا إلى الشياطين كان ذلك سببا لرفع تسلط الشيطان عن هذا المسحور، فقد يخف عنه ما يجد، وقد ينكشف عنه ما نزل به، لكن هذا لا يبيح الطريق، فإن النتائج ليست كافية في صحة الطرق، حصول النتيجة لا يكفي لتصحيح الطريق. وقد مثلت لكم بمثال: لو أن فقيرا احتاج إلى مال لإجراء عملية أو لتحصيل أمر ضروري ولم يجد طريقا لتحصيل المال إلا أن يسرق، سرق وحصل المال، هل هذا يبرر حاجته للمال وضرورته إليه لعلاج نفسه أو تحصيل مصلحة من المصالح، هل يبرر سرقته؟ الجواب لا، فحصول النتيجة لا يبرر صحة الطريق، فلا بد من النظر إلى الطريق الذي توصل به إلى النتيجة حتى يحكم على العمل هو صحيح أو لا. إذن ثاني أدلة عدم جواز حل السحر بالسحر قول الله جل وعلا: ولا يفلح الساحر حيث أتى. أما الدليل الثالث من أدلة تحريم حل السحر بالسحر، أن الله تعالى قال في من يتعلم السحر، قال جل وعلا: ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. فأثبت الله تعالى الضرر في السحر،
ونفى النفع به وعنه بالكلية، فدل ذلك على أنه لا يأتي نفع من السحر، وأن السحرة لا يحصل منهم خير ولا نفع ولا مصلحة، بل ما يكون من عملهم هو ضرر وشر وفساد. أما الوجه الرابع والدليل الرابع من أدلة تحريم حل السحر بالسحر، أن السحرة لا يتوصلون إلى ما يريدون من حل السحر إلا بكفر وشرك ولجأ إلى غير الله، وهذا يستلزم، وإباحة حل السحر بالسحر تستلزم إعانتهم على الإثم والعدوان، والله تعالى يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ويستلزم إقرارهم على ما يفعلونه من شرك بالله عز وجل وتقرب إلى الشياطين بأنواع القرب ليبطل السحر، لتبطل الشياطين السحر عن المسحور. ولهذا قال الحسن رحمه الله لا يحل السحر إلا ساحر. فمن أدلة تحريم حل السحر بالسحر أنه يفضي إلى الشرك بالله عز وجل، وأنه من التعاون على الإثم والعدوان الذي حرمه الله عز وجل. أما الوجه الخامس من أوجه تحريم حل السحر بالسحر، أن القائلين بجواز حل السحر بالسحر عللوا ذلك بأن ذهاب المسحور إلى من يحل السحر عنه من السحرة إنما هو ضرورة، يعني الذي أباح ذلك الضرورة، وقالوا الضرورات تبيح إيش؟ المحظورات. وهذا في الحقيقة استدلال غير صحيح، لأن الضرورة لا تبيح المحظور والمحرم بالمطلق، إنما تبيحه بشروط، والشروط التي ذكرها العلماء لاستباحة المحرم بالضرورة غير متوفرة في هذه الصورة. فإن من شروط إباحة المحرم بالضرورة شرطان، ثمة شرطان لإباحة الضرورة لإباحة المحرم بالضرورة، وانتبه لهذين الشرطين لأنك تحتاج إليهما في هذه المسألة وفي غيرهما. يعني ما يمكن أن تقول الضرورات تبيح المحظورات إلا إذا توافر شرطان. الشرط الأول أن لا يكون هناك طريق لدفع الضرورة إلا هذا الطريق المحرم، هذا الشرط الأول، أن لا يكون هناك طريق لإباحة المحرم لدفع المحرم إلا هذا الطريق المحرم، ليس ثمة طريق لدفع الضرورة إلا ارتكاب هذا المحرم. الأمر الثاني أن يتحقق أنه إذا ارتكب المحرم اندفعت ضرورته. وأضرب لذلك مثلا حتى تتضح هذه الشروط التي لا بد من توافرها لاستباحة المحرم من أجل الضرورة. الشرط الأول ذكرت أنه لا بد لإباحة المحرم بالضرورة أن يتعين ارتكاب المحرم لدفع الضرورة. أما الشرط الثاني أن يتحقق اندفاع الضرورة بارتكاب المحرم. رجل غص بلقمة واحتاج إلى دفعها حتى يسلم من الهلاك، وليس عنده إلا خمر، فشرب جرعة من الخمر ليدفع الغصة، هل يحل له ذلك أو لا؟ نأتي إلى الشرطين. الشرط الأول أن لا يكون هناك طريق لدفع الضرورة إلا ارتكاب المحرم، أن لا يكون هناك طريق لدفع الضرورة إلا ارتكاب المحرم. فإذا كان عنده ماء وعنده خمر، هل يجوز أن يشرب الخمر لدفع غصته التي اضطر إلى دفعها مع وجود الماء؟ أسألكم، هل يجوز؟ لا يجوز. لماذا؟ لأنه ما تعين المحرم لدفع الضرورة. لكن لو لم يكن عنده إلا خمر، فهل يحل له شرب جرعة من الخمر لدفع غصته التي يوشك أن يهلك منها؟ الجواب نعم، لأنه في هذه الحال تحقق الشرط، وهو أنه لا يوجد سبيل لدفع الضرورة إلا ارتكاب المحرم. الأمر الثاني وهو الشرط الثاني أن يتحقق أنه إذا ارتكب المحرم اندفعت ضرورته. الآن في
الجاري في العادة والعرف أنه إذا شرب سائلا لدفع غصة اندفعت الغصة بالسائل، فهو يتحقق أنه إذا شرب هذه الجرعة المحرمة من الخمر اندفعت ضرورته، وبالتالي تحقق عندنا الشرطان اللذان إذا وجد حلت الحل المحرم لدفع الضرورة، وهو أن يتعين أن يتعين المحرم لدفع الضرورة وأن يتحقق من اندفاع الضرورة بالمحرم. لكن لو أن إنسانا في صحراء وليس عنده وعطش عطشا شديدا أشرف على الهلاك ولم يجد إلا خمرا ليدفع عطشه، هل يحل له شرب الخمر ليدفع العطش؟ الآن هل يوجد غير الخمر من السوائل التي يشربها؟ الجواب لا. إذن عندنا الشرط الأول تحقق أنه ما في وسيلة لدفع الضرورة إلا هذا السائل وهو الخمر. طيب الشرط الثاني ما هو؟ أن يتحقق أنه إذا شرب الخمر سيندفع ضرورته، وهو أنه لا يحتاج إلى شرب الماء، لا يحتاج إلى أنه سيسلم من الهلاك، أنه سيسلم من الهلاك. لو نظرنا إلى الخمر قال العلماء إن شرب الخمر لا يروي العطشان بل يزيده عطشا، وبالتالي الآن اختل شرط من الشرطين. الشرط الذي اختل هو أنه لا يتحقق أن شرب الخمر سيدفع عطشه، وبالتالي هنا نقول له لا تشرب الخمر لدفع العطش ولو هلكت، لأن الخمر لن يدفع ضرورتك بل سيزيدك عطشا. فالضرورة ليست مبيحة للمحرم في كل الصور، إنما الضرورة تبيح المحرم إذا تحقق هذان الشرطان. نأتي إلى مسألتنا وهي حل السحر بسحر مثله. هل يجوز أن يذهب الإنسان لساحر ليحل السحر عنه بناء على أن هذا ضرورة؟ الجواب شروط إباحة الضرورة في هذه الصورة للمحرم غير موجودة، وذلك أنه لا يتعين هذا الطريق لدفع الضرورة. بالتأكيد أن نزول السحر بالمسحور وتأذي السحر وتأذي المسحور بالسحر نوع من الضرورة، لكن هذه الضرورة ليس طريق دفعها الوحيد هو أن يأتي إلى الساحر، بل هناك طرق عدة لاندفاع الضرورة بغير هذا الطريق، فلم يتعين الطريق المحرم لدفع الضرورة. هذا اختلال للشرط الأول في مسألة حل السحر بسحر مثله. أما الشرط الثاني وهو أن يتحقق أن ضرورته تندفع إذا أتى إلى الساحر، والواقع أن كثيرا من الناس يذهبون إلى السحرة ويدفعون أموالا طائلة ويقعون فيما حرم الله عز وجل من المحرمات التي يأمرهم بها السحرة، ولا يدركون مطلوبهم في حل السحر عنهم، فهنا يفوت الشرط الثاني وهو أنه من شروط ارتكاب المحرم للضرورة أن يتحقق أنه إذا ارتكب المحرم اندفعت ضرورته، وهنا لا تندفع الضرورة يقينا بل ثمة احتمال، وبالتالي لا يسوغ أن يقال إن الذهاب إلى الكهان أو إلى السحرة لأجل حل السحر طريق لحل السحر على المسحور لأنه ضرورة، وأن المبيح لذلك ضرورة، فإن الضرورة في هذه الصورة لا تبيح المحرم. هذا مجموع ما يذكر من الأدلة الدالة على تحريم اللجأ إلى السحرة لحل السحر عن المسحور. فثمة خمسة أوجه تبين أنه لا يجوز للمؤمن أن يذهب إلى السحرة لحل السحر عن المسحور. وفي آخر ما ذكر المؤلف رحمه الله كلام ابن القيم، وهو كلام رصين وجيد في بيان الطريق المباح والطريق المحرم في حل السحر عن المسحور. يقول ابن القيم رحمه الله: النشرة حل السحر عن المسحور، يعني بسحر مثله، وهي نوعان: النشرة حل السحر عن المسحور في الجملة،
وقد تقدم أن حل السحر المسحور إما أن يكون بطريق مباح وإما أن يكون بطريق محرم. إذا كان بطريق مباح فإنه لا بأس به، وإذا كان بطريق محرم فهو من عمل الشيطان ويجب تركه. يقول رحمه الله: وهي نوعان، أحدهما حل بسحر مثله، يحل السحر بسحر مثله على المسحور. يقول: وهو الذي من عمل الشيطان وعليه يحمل قول الحسن، فيتقرب الناشر والمنتشر، من يطلب حل السحر ومن يحله يتقربان إلى الشيطان بما يحب، فيبطل عمله عن المسحور. يبطل الشيطان عمله عن المسحور لأجل أن الناشر والمنتشر تقرب له بالشرك. وهذا هو الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه لما سئل عن النشرة، قال: هي من عمل الشيطان. أما النوع الثاني قال: النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة، فهذا جائز. هذا هو النوع الثاني من حل السحر على المسحور، وهو المشروع، وذلك بالرقية بالقرآن وغيره من الأذكار والأدعية والتعويذات والدعوات والأدوية المباحة. فثمة من الأدوية المباحة ما يدفع السحر عن المسحور، قال المؤلف رحمه الله: فهذا جائز. وليعلم أيها الإخوة أن الطريق المشروع، إحنا عرفنا الآن أن اللجأ إلى السحرة من أجل حل السحر طريق محرم، ويكفي فيه والصد عن قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن النشرة قال: هي من عمل الشيطان. طيب ما الطريق المشروع لحل السحر عن المسحور؟ الطريق المشروع قراءة آيات الكتاب الحكيم، الرقية بالقرآن، فالرقية بالقرآن من أعظم ما يدفع الله تعالى به على الإنسان الشرور. قد يقول قائل: قرأت القرآن ولم أدرك نتيجة. نقول: إن قراءتك للقرآن خير لك، يدفع الله تعالى بها عنك من الأذى والشر ما ليس لك على خاطر ولا على بال، فاستمر في قراءة القرآن. التعويذات الشرعية بالأذكار التي ثبتت في الكتاب وثبتت في السنة أو جاء ذكرها في القرآن من سورة الفلق وسورة الناس، فإنها من أعظم ما يدفع الله تعالى بها الشرور على الناس. الأدعية، وذلك باللجأ إلى الله عز وجل والاعتصام به وإنزال الحاجة به والتوكل عليه والثقة به، فإن ذلك مما يدفع الله تعالى به عن المريض بالسحر وغيره شيئا عظيما من الشر. فالله هو الذي أنزل الداء وهو القادر على رفعه جل في علاه. ولذلك كان الدعاء من أسباب رفع الأذى عن المسحور. وهذا سيد الورى صلوات الله وسلامه عليه، لما سحره لبيد بن الأعصم، تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: فجاء النبي صلى الله عليه وسلم في يوم فدعا ثم دعا وقال: أما رأيت أن الله تعالى قد أفتاني فيما أصابني؟ فحل الله تعالى عن رسوله بالدعاء ما كاده به أعداؤه من السحر الذي كان لا تأثير له على الوحي، وإنما كان تأثيره عليه صلى الله عليه وسلم في معاشه، فكان يخيل إليه أنه يأتي الشيء، أنه يفعل الشيء ولم يكن قد فعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مما يتعلق به المعاش مع أهله ومعاشرتهم. فالدعاء من أعظم الطرق التي يدفع الله تعالى بها عن المسحور ما نزل به من السحر. وأما الطريق الرابع الذي ذكره، ذكر الرقية وذكر التعويذات وذكر الأدعية، الطريق الرابع الأدوية المباحة. والمقصود بالأدوية المباحة أن ثمة أنواع من الأدوية يحصل بها دفع أذى السحر وكشف ضر السحر عن المسحور، ومن ذلك ما يذكر من نفع السدر والاغتسال به في دفع السحر وكشف ضره. وقد ذكر ذلك بعض أهل العلم ومنهم شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله فيما يتعلق بطريقة المعالجة بالسدر لدفع أذى السحر، فقال رحمه الله في ما ذكر من طريق إنه يؤخذ سبع أوراق من أوراق السدر فتطحن
ويصب عليها من الماء ما يذيبها، ثم بعد ذلك يغتسل بها، ويكون ذلك من أسباب إما دفع السحر عن المسحور، وإما تخفيف أثر السحر عن المسحور. إذن السحر طرق علاجه المشروعة الرقية بالقرآن العظيم، الأذكار والتعويذات النبوية، الدعاء، الأدوية المباحة. قد يقول قائل استعملت هذه الطرق فلم يندفع بها ضر السحر، فهل هذا يعني أنه يجوز للإنسان أن يطلب حل السحر بالمحرم، وذلك بالذهاب إلى الكهان أو بالذهاب إلى السحرة؟ الجواب لا. حتى لو فعل الإنسان ما فعل من الأسباب المباحة ثم لم يدرك علاجاً ولم يدرك شفاءً ولم يدرك طيباً ولم يدرك اندفاعاً للسحر وأثره عنه، فإن ذلك لا يبيح له الذهاب إلى الكهان ولا الذهاب إلى السحرة لحل السحر عن المسحور، وذلك أن الذهاب إلى السحرة والكهان لا يزيده إلا شراً وضراً وأذن. وقد قال الله تعالى إنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. ما أدركوا ما يؤملون، إنما أدركوا زيادة شر وعناء ورهق وتعب وأذى، ولم يدركوا ما يؤملون. ولهذا لا يجوز للإنسان أن يذهب إلى الساحر ولو قال دعوت سنوات متطاولة واستعملت الرقى والتعويذات والأدعية والأدوية المباحة ولم أجد نفعا، نقول له ذهابك للسحرة سيزيدك شرا وفسادا. ويا أخواني أنا أقول لكم الآن في أدواء البدن، أحيانا يصاب الإنسان بداء لا يجد له علاجا، فماذا يصنع؟ يسلم أمره لله. أليس بعض المصابين ببعض الأمراض الخطيرة كبعض أنواع السرطان على سبيل المثال لا يجد للناس، لا يجد الأطباء لها علاج، ويقولون للمريض ما في علاج لك، ما عندنا لك علاج، ماذا يصنع؟ يذهب لسحرة، يذهب لكهنة، أو أنه يسلم أمره لله ويتوجه إليه بالدعاء والسؤال والصبر على ما نزل به ولو أفضى ذلك إلى هلاكه وموته؟ الجواب نعم، هذا الذي يجري. كذلك في أدواء الأرواح والقلوب والأدواء المعنوية نظير ما في الأدواء الحسية والبدنية، فإذا كان هناك أدواء بدنية لا يجد الإنسان لها علاجاً لعدم معرفة الطب لعلاجها، فكذلك الأدواء الروحية والمعنوية إذا عجز الإنسان عن علاجها بالأسباب الشرعية لا يسوغ له ولا يبيح له أن يطلب علاجها بالأسباب المحرمة، فإن الأسباب المحرمة لا توصله إلا إلى فساد وهلاك. خلاصة ما ننتهي إليه في مجلسنا هذا أن حل السحر بالسحر حرام لا يجوز، وقد تضافرت الأدلة في الكتاب والسنة على أن ذلك محرم، فالله عز وجل قال ولا يفلح الساحر حيث أتى، وقال تعالى ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما سئل عن النشرة قال هي من عمل الشيطان، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في منع التعاون على، وقال الله عز وجل في منع التعاون على الإثم والعدوان قال ولا تعاونوا، وقال جل وعلا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالأدلة متوافرة على تحريم حل السحر بالسحر، وأن الضرورة لا تبيح ارتكاب المحرم لحل السحر عن المسحور، وذلك لما تقدم من عدم توافر شروط الضرورة المبيحة للمحرم. أسأل الله عز وجل أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين. اللهم حل السحر عن المسحورين واكشف الضر عن المستضرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والرشاد والغنى، زدنا علما وبصيرة وهدى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفقنا إلى ما تحب وترضى، واصرف عنا السوء والفحشاء، واجعلنا من عبادك المتقين وحزبك المفلحين وأوليائك الصالحين يا رب العالمين.